نحن الآن داخل أحد الشوارع بحي المهدية في وسط مدينة سبها. هذا الشارع كان يعاني من طفح لمياه الصرف الصحي طوال الفترة الماضية، يعني ممكن 6 إلى 7 أيام وممكن 10 أيام. هذه المياه حاصرت العديد من المنازل هنا داخل مدينة سبها وداخل حي المهدية. المياه يعني وصلت إلى منسوب كبير جدا، منعت حتى السكان من الخروج خارج منازلهم. بعضهم كان يحتاج إلى أن يقوم بإحضار السيارة إلى مكان قريب جدا حتى يتمكن من الخروج وقضاء حاجاته. المحلات التجارية هنا أغلقت لفترة يعني تعتبر يعني مؤذية أو مضرة بأصحاب هذه المحلات، كذلك خفت حركة المرور بشكل كبير. تم توجيه النداءات بعد ذلك لشركة المياه والصرف الصحي لتقوم بشفط المياه الموجودة هنا في داخل حي المهدية، وبدأت فعلا شركة المياه والصرف الصحي في شفط المياه لمدة يومين. استمرت في شفط المياه داخل هذا الشارع معروف بشارع 20 داخل حي المهدية، وأيضا الشوارع الأربعة المتفرعة من مدرسة عقبة بن نافع، وتم شفط المياه. وعلى ضوءها بدأت شركة النظافة اليوم في تنظيف هذا الشارع وإزالة الأتربة والغبار. توجه عدد من السكان لشركة النظافة هنا في مدينة سبها لطلب مساعدتها في تنظيف الشارع. معروف أن بعد جفاف المياه أو مياه الصرف الصحي ستكون هناك الكثير، وكانت هناك الكثير من الغبار والتراب، وهو مؤذي بشكل كبير للسكان هنا. فطالبوا شركة النظافة أن تتوجه لتنظيف هذا الشارع، وبالفعل وصلت وحدات شركة النظافة الآليات والعمال والموظفين للإشراف على تنظيف هذا الشارع وتجهيزه من جديد وإعادته للحياة. الآن بدأت حركة المرور تعود من جديد في شارع 20 وشوارع متفرعة من شارع عقبة بن نافع، وكذلك بدأت يعني الحياة تعود فيه بشكل يعني تدريجي. السكان هنا يأملون أن تتوصل الجهات المحلية إلى وضع حلول دائمة لمشكلة طفح المياه الصرف الصحي، لأن هنا دائما يحدث طفح المياه الصرف الصحي ويتكرر بشكل يعني مقلق للسكان كل فترة وفترة. هم يأملون أن لا تكون عملية هي شفط وتنظيف فقط، ولكن يتمنون أن تتمكن الجهات المحلية من وضع حلول دائمة لهذه الأزمة. ومع ذلك هناك يعني ارتياح لاستجابة شركة المياه والصرف الصحي ولاستجابة شركة النظافة لنداءات السكان ومحاولتها التخفيف من معاناتهم. كان معكم عبد المنعم جهيمي سبها.